انهارت مؤشرات الثقة في العديد من القطاعات من الاقتصاد التركي خلال أبريل الجاري تحت ضغوطات ثنائية من هبوط للليرة وفشل البلاد في ضبط تفشي فيروس كورونا. وقالت هيئة الإحصاءات التركية إن تراجعاً حاداً طرأ على مؤشر الثقة المعدل موسمياً بنسبة 50% في قطاع الخدمات، كما هبط قطاع تجارة التجزئة بنسبة 26% وقطاع البناء بنسبة 42% على أساس شهري.